السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم رمضان الطوخي. النهاردة قررت أنزل في اسكندرية نسأل الناس أسئلة بسيطة جدا في القرآن الكريم، بحيث إن احنا نقرب أكتر من الناس في الفترة اللي احنا قاعدين فيها دي، فترة الكورونا وكده. المفروض ندعي ربنا إن هو يزيل عننا الوباء اللي احنا فيه ده بإذن الله، ربنا يزيله يا رب. فقررنا إن احنا ننزل نقرب من الناس ونفكر الناس بالقرآن وإن احنا نقرأ قرآن أكتر. طبعا في جوائز بسيطة جدا قيمة كده، يا رب تعجبكم طبعا، واستنوا حلقات كتيرة من المحتوى اللي احنا بنقدمه ده، وان شاء الله كله خير حبيبي. السلام عليكم. والله بس انت بتقلد الشيخ بتاع اسمه لا مش ده، هقول لك دلوقتي حالا. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. صورتي بقى فرعون. فرعون مش سورة فرعون. موسى ولا سورة موسى. سورة ايه بقى؟ حاولوا بس. انتوا بتسمعوها دايما يا جماعة، يعني الراجل انا طالع ترند بيها صح؟ اكيد انتوا سمعتوني بيها. حصل كتير. يوسف. سورة يوسف؟ لا مش سورة يوسف. سورة ايه؟ طب خلاص نسألكم سؤال تاني. طيب طيب في آية برضو مشهورة جدا هتلاقيكم سمعتوها كذا مرة برضو، بتقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب سورة ايه بقى؟ كهف. مش سورة الكهف. انت بتقرب بس، يعني انتوا بتقربوا بس برضو ايه؟ لا ها ما عارفش اسوي ايه. ان شاء الله هتلاقوني هنا بقى، بس ايه نحاول نقرب من ربنا اكتر، وفي جوائز كتير ان شاء الله باذن الله. حبايب يا شباب وانا خليك دلوقتي يعني سألك سؤال في القرآن، لو عرفته هعطيك سمعنا جائزة جميلة جدا. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سورة ايه دي؟ غافر. سورة غافر. تمام كسب معانا كده راجل جايزة ما شاء الله. احنا نازلين طبعا ان احنا بنعرف الناس نقرب بس من ربنا اكتر وكلام من ده، عايزين نقرب يبقى فيه محتوى مقرب من الناس في القرآن. طبعًا. يعني هتشوفنا على طول في المنطقة دي بإذن الله. اتفضل اخوك رمضان الطوخي معاك حبيبي يا باشا. الف الف شكر. نازلين طبعا عشان خاطر نقرب من الناس من ربنا، يعني في الوقت اللي احنا فيه ده كورونا وكده، كلنا قاعدين في البيت اغلبنا وكده. بس يعني السؤال بيقول آية قرآنية انت بتسمعها كل يوم جمعة اكيد، يعني بتقول ايه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكيد بتسمعها على طول. سورة إيه بقى؟ ما مش مجمع سورة إيه؟ قول اي سوره. طيب فكر كده في يعني واحده واحده. محمد. لا هي مش سوره محمد. طب هقول لك ايه ثانيه برده مشهوره جدا للشيخ مشهور جدا انت اكيد عارفه، ما عرفتهاش برده عادي جدا يعني. هو وارد تعرفها وارد ما تعرفهاش برده، لو انت يعني بتقرا قران وكده على طول هتعرفها، لو ما عرفتهاش عادي جدا يعني. بتقول ايه؟ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سورة ايه؟ مش حقيقي. طب انا اتشرفت بمعرفتك جدا. انا هي سورة غافر والاولانيه سورة الاحزاب. حضرتك اسمك ايه؟ نشرف بيك. طلعت فهمي يونس. طلعت فهمي يونس حبيبي حاج طلعت. انت من هنا من اسكندريه ولا منين؟ لا بحيره. احسن يا سراج. اهلا وسهلا. طيب سؤال بسيط خالص، ايه الناس كلها بتسمعها يوم الجمعه بتقول ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سوره الجمعه. لا طب هسألك سؤال تاني سهل. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة ايه؟ صلى الله على سيدنا محمد. واحد واحد عليها. هو الصورة سهلة جدا. أيوه. في جزء عام، خلي بالك، عم يتسألون، هو في جزء عام يتسألون. بس صورة ايه؟ عم يتسألون عن النبي العظيم. هي في جزء عام. طب خلاص هسألك سؤال تاني سهل. صورة قل هو الله احد الله الصمد، صورة اسمها ايه؟ الاخلاص. الله ينور عليك، هات جايزة. جيب، جزاك الله كل خير. بس نحاول نقرب اكتر من ربنا ونقرا القران ان شاء الله. رب ربنا يهدينا كلنا. حبيب يا رب، حبيبي يا حبيبي، واجعل بلدنا بلد امن وسلام يا رب باذن الله تبقى بلد امن وامان باذن يا رب، ويزيل الغم عن الامه يا رب العالمين والبلاء يا رب. انا اتشرفت بيك يا حاج والله. طلعت حبيبي حاج طلعت. السلام عليكم. السلام عليكم. فانا اسالك سؤال برضو سهل. الايه اللي انت سمعتها لي على طول على التيك توك اللي هو بتقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. سورة ايه دي؟ سورة موسى. لا هي قصة سيدنا موسى. مش قصة سيدنا موسى، هي قصة سيدنا موسى. الله ينور عليك. هي سورة ايه بقى؟ سورة آل عمران. آل عمران؟ لا مش سورة آل عمران. طب معاك كمان محاولة. ثانية واحدة. ركز بس، هي سورة مشهورة جدا والله. سورة مشهورة. سورة البقرة؟ لا السؤال غلط برضه. انا اتشرفت بيك والله يا شباب. حبيب قلبي، ابحثوا على الفيديو بقى، انزل على قناة رمضان الطوخي. حبيبي. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. سورة ايه بقى؟ سورة الفرقان. لا مش سورة الفرقان. ها جمع بس كده. البقرة. لا مش البقرة برضه. طب انت اقول سورة. طيب كده انا مش عارف برضو. طيب يا عم هقول لكم صوره كمان، لو عرفتوها تاخدوا جايزه. تمام. انت اكيد بتسمع المقطع على طول، بس بتسمعه ما فكرتش تبقى سوره ايه، صح؟ طب انت بتحفظ قران؟ يعني بتحفظ قران مع شيخ وكده؟ بس مش قوي يعني، بقطع بتقطع وبترجع تاني يعني. طيب يا عم عايزك تستمر بقى. ها ماشي، هقول لك كمان ايه، لو عرفتها ممكن تاخد جايزه. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عارف سورة ايه؟ سورة البقرة. سورة البقرة. طب ما حدش عارف فيكم السؤال، هنيجي تاني هنا قريب، بس عايزك بقى ايه، اسالك في صور صغيرة وهتعرفها. تمام باذن الله. ماشي. اسمك عمار؟ حبيبي عمار. حبيبي يا يوسف. حبيبي. وبكده يا جماعة يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة في اسكندرية. ان شاء الله الايام الجاية والحلقات الجاية تبقى في كذا مركز وفي كذا محافظة في مصر. احنا الفيديو بتاعنا مش مقتصر على ان احنا مثلا نسال حد او الفيديو، يعني في ناس ما اتصورتش واتسالت وما رضيتش انها تنزل، فاحترمنا ده جدا. وفي ناس نزلت معانا. الايام الجايه طبعا هيبقى في حلقات كتير. طبعا في ناس عرفت الاسئله وفي ناس ما عرفتهاش. بتاع وقال فرعون وزروني ده سوره غافر. في سؤال اللي هو بتاع ان الله وملائكته ده سوره الاحزاب. نحاول في الفتره بتاعت الكورونا ديت نقرب من ربنا اكتر، مش نبعد عن ربنا وننسى ونقول ده وباء. طب ادعي ربنا عشان الوباء ده ينتهي. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان الحلقه تنتشر اكتر. وباذن الله انتظروا كل جديد. شكرا.